مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم على ميدي ان تي في، مرحبا بكل الناس اللي كيتابعونا في قصه الناس. كنرحب بالحضور اللي معايا داخل البلاطو، كنرحب ايضا بالدكتور محمد الخطاب استاذ طب الاطفال ومختص في امراض الدم والاورام اللي غيرافقني اليوم في هذه الحلقه من قصه الناس. وكنرحب بزاف بالناس اللي جاوا اليوم يشاركونا قصتهم ويعاودوا لنا معاناتهم ومشاكلهم الصحيه والنفسيه مع مرض الثلاسيميا. قصتي مع مرض الثلاسيميا موضوعنا اليوم في قصة الناس. فاطمة 39 عام وقصتها مع ثلاثة ديال الأولاد عندهم نفس المرض وعندها معهم نفس المعاناة. أسامة 18 عام بسبب هذا المرض حبس قرايته وتبدلات ملامح حياته. الحل كاين ولكن غالي وصعب عليه. سفيان 21 عام كيتعايش مع هذا المرض، ولكن اللي ما قادرش يتعايش معاه هو المصاريف والبعد والمعاناة مع العلاج. مرحبا بك سي سفيان وسي أسامة. لاله فاطمة شكرا بزاف على الحضور ديالكم في البلاطو ديال قصة الناس. فاطمة ثلاثة ديال الوليدات تبارك الله اللي عندك، ولكن كلهم عندهم الثلاسيميا. كلهم الثلاسيميا. واخا نبداو مع الولدة الأولانية، كيفاش اكتشفتي باللي الولدة الأولانية البنية الأولانية عندها هذا المرض؟ شنو بان عليها؟ الأولانية ما كنتش نعرف شنو هي الثلاسيميا، كاع ما عمرني ما كنت عرفتها في حياتي. بزاف ديال الناس دابا اللي كيسمعونا وكيشوفونا ما عمرهم ما سمعوا بالثلاسيميا. بحالي المشكل اللي لقيت انا ملي الاسبوع الاول داز كانت مزيانه، الاسبوع الثاني بنت لي فيها الصفوريه ولات صفراء. ايه ديت للطبيبه خاصه بالاطفال قالت لي عندها مشكل نقص الدم، دارت لها الانيفيس بقات عندها الدم ناقص. ايه ديت السويسي كتبت لي ورقه زدت الدم. صافي من تما بقينا تنعانيو في التحاليل، تنعانيو تنعانيو تنعانيو. ولكن واش الطبيبه من الدقه الاولى قالت لك راه عندها؟ لا ما عرفتش هذا المرض الثلاسيميا. لا ما عرفتش المشكل، تعرف غير الدم ناقص صافي، هذا هو المشكل. ايه تتعطيني تندير لها جميع التحاليل على برا تيخرجوا مزيانين، تتقول لي بالله البنيته انا هذيك الصفوريه هي اللي ما عجبانيش فيها. بقات البنيته دارت الدم في الاسبوع الاول، بقات عاوتاني حتى دارت 3 شهور دارت الدم. ملي دارت 3 شهور ومين دارت الدم ما بقاش ديك الصفوريه، رجعت لحالتها الطبيعيه. ترجع لحالتها الطبيعيه مزيان. ملي دارت 3 شهور بقات حتى دارت عام ما زدتش الدم كاع صافي. شويه بان لي راسها تدو فورما، بان لي راسها كنت جايبه بها في الطاكسي، تلقيت واحد السيده في الطاكسي هي فرم لي في السبيطار الراس، قالت لي البنيته عندها راسها محلول. قلت لها ما عرفتش شنو هو المشكل، قلت لها راهي متبعه مع الطبيب. قالت لي لا غتديها للسويس هما غيكتشفوا لك المشكل ديالها. يعني ذاك العام كله انت الثلاسيميا ما عرفتش انا ما عرفتش انا المشكل. ملي ديتها للسويسي شدوا لي في الطبقه الثالثه داروا لها واحد التحليله صافي، قالوا لي البنيته ما قالوش لي المشكل ديالها. صافي شدوا ديك التحليله جابني الدكتور، عند الدكتور مسيو الخطاب. جابني لعندو صافي مسيو الخطاب شرح لي الدكتور ديالها شرح لي المشكل ديالها بلا البنيته الثلاسيميا، بلا عندها المشكل في الدم، عندها نص تيصنع الدم نص الاخر ما تيصنعش الدم. اذا هذا خلل في الدم. خلل في الدم. عندها العظم ديالها ديال راسها ملي بدات يدو فورما الحنك ديالها تيخرج، العظم تيخرجوا، سنانها تيخرجوا، راسها تيتقسم، حيت الدم العظم تيصنع تيحاول تيخدم عندها باش يصنع دوك الكوارط الحمر ما تيتصنعوش. ملي ما تيتصنعوش يتشوه وجهها. هذا هو الشرح اللي وصل لي لك الدكاتره اللي تبعتي معاهم على الدكتور ديالها. ملي ايوا اش درتي مع البنيه؟ صافي قال لي الدكتور مسي الخطاب غتبقي تزيدي الدم على طول حياتها، ما عندها حتى شي علاج. غتبقى دير الدم على طول حياتها. تنعاني بها مده سنين. يعني 6 سنين واش كتمشي لهاد البنت كتزيديها الدم كل شهر؟ كتزيدها كل شهر ولا كانت تنديروا واحد التحليله الانيفيس، الا كانت هابطه ديك الانيفيس تنديروها كل 15 يوم. ملي تطلع عند ديك الانيفيس توصل ديك التسعود ولا هذاك تولي نديروا كل 22 يوم ما تتكملش لي هادشي. ديما يعني ماشي واحد المرض اللي غتمشي تشري الدواء ديالو تبرى البنت لا ما كاينش. لا الدكتور قال لك ما عندوش العلاج هذا المرض كاع نهائيا، راه عندها دابا 14 عام وانا تنقاسي معاها. كتقاسي فاش كنقولوا كتقاسي بمعنى تتقاسي معاناه حقيقيه، معاناه ماديا ومعنويا. شي حاجه نيت هذا المرض، هذا المرض تنعانيو منه زعما صعيب بزاف، ماشي هذه الثلاسيميا زعما اللي تتعاني لك زعما تزيد الدم. المهم ملي درت 6 سنين عرفتي الوالدين داكشي لا غير خرجي لي حامله غادي الله يعطيك شي واحد. انا ملي شفت الناس شي صحيح وشي مريض قلت ربما زادت البنيته نفس المشكل. تاهي هي اكتشفتي في السيمانه الاولى ديال البنيه ولا شنو؟ لا هي درت 9 شهور. ملي درت مده 9 شهور تاهي درت الدفرماليه من الراس ديالها الصفوريه.
ملي جات هي صافي مع اختها متبعه ليها وداك الشيء عندها دوسي. انت وليتي عارفه دابا؟ عارفه مع نسي الخطاب الحمد لله الله يكثر خيره وشرح لينا. ملي جات لي وداك الشيء اول حاجه عطاني التحليله لقيتها حتى هي بحال شكل بحال المشكل ديال اختها. حتى هي بقيت نزيد الدم عاوتاني صدفت الوليد الاخر خاصها كنت حامله بما المهم الله سبحانه وتعالى قدروا صافي. واخا فاطمه مازال نهضروا على المعاناه الاجتماعيه والنفسيه والتكلفه والعلاج ديال هذا المرض اللي عند اولادك. شكرا بزاف على هادشي اللي عاودتي لنا. اسامه حتى انت يا عندك هذا المرض ديال الثلاسيميا. في الاول كيفاش والديك اكتشفوا باللي عندك هذا المرض هذا؟ اكتشفوا والدي حيت ديجا كان خويا قبل مني كبر مني كان في هذا المرض ولكن ما كانش عارف انني كاين ماشي بحال دابا. ايه كان الدواء كاينه هذه ما عارفينش انني كاين خصو يزيد الدم راه ما كانوش عارفين خوك كاع باش مريض. اه مريض راه فيه السخفه خصو يشرب هذا الدواء خصو يشرب هذه يعني من بعد ما عرفوه صافي فات الفوت مات. مات مات عاد عرفوا المرض ديال الولد. فتزاديت انا الوالد ديالي الوالده ديالي عاقت بيا مده 6 أشهر عرفت. شنو بان عليك اسامه باش الوالده عرفات عندك هذا المرض؟ العيا كت ما كتكونش انسان عادي. العيا ما كتقدرش تاكل ما صافي عرفاتني الوالده بانني فيا فقر الدم ثلاسيمي حامل ثلاسيمي. واش عرفات بوحدها ولا داتك للطبيب وعاد كما قالت فاطمه؟ كما عرفات داتني هزاتني مشيت للقنيطره. صافي قال بقيت متبع في القنيطره تما مدت شي 6 سنين سنين بحال هكاك 6 سنين 7 سنين ما قدرتش. كندير الدم هادي شويه ملي بقيت تنفخ ليا الطيحان. عاوتاني خصني قالوا خصك دير عمليه صيفطوني الرباط لهنايا السويسي. جيت لهنايا لقيت العنايه اول حاجه. 6 سنين وانت متبع 6 سنين في قنيطره. يعني انا من الصغر ديالي عندي 18 سنه ومتبع كندير الدم دابا. يعني دوزت 6 سنين في قنيطره. ايه ومن بعد سيفطوك للسويسي. من بعد سيفطوني للسويسي باش كثر عندي خصني ندير العمليه يعني ما غاديش كاينش جهد باش يديروا لي عمليه في قنيطره خصني نجي لهنا. فجيت لهنايا اكتشف انني عندي الطيحان خصني ندير العمليه ضروري. عمليه ديال واش بالضبط اللي خصك دير؟ انا ما عنديش طيحان عايش بلا طيحان. خصني نحيد الطيحان. درت العمليه عندي وقال شي ثاني شي هذيك الساعه عندي شي تبعت هنا شي 7 سنين نقول لك شي 7 سنين بحال هكاك درت العمليه. واخا شحال عندك ديال الخوت اسامه؟ عندي حيت عندي انا واحده عندي اختي ثاني مريضه. ايه نفس المرض ديالي ولكن ما محيداش الطيحان. ايه وخوك خلاص اللي توفى. بنفس المرض. وعندك شي خوت اخرين صحاح ما عندهمش هذا المرض؟ عندي. عندي 6 ديال الخوت صحاح ما عندهمش هذا المشكل. الله. واش والديك باك وماك مجوجين من نفس العائله؟ لا. لا. حيت شنو تيقول الطبيب مثلا السبب ديال هذا المرض؟ تيقول داك الشيء وريث يعني قديم في الجدود حيت اصلا والدي والوالد ديالي ماشي عارفوش بعضياتهم كل واحد منين. ماشي عائله. لا. صافي جيت لهنا الرباط تبعت انا مزيان مده هذيك في هذيك السنه ديال جيت لهنا عندي 6 سنين جا الوالد ديالي بقيت كنتبع هنا كنت باقي مازال في الصغر ديالي كنت بزاف مريض بزاف كما كنت ما كان عندي طيحان. وقالوا لي بانني غادي تحيد الطيحان زعما غتولي شويه. ولكن الحمد لله ما كتبقاش كيما كنتي كتبقاش هذاك العيا وداك الشيء كيما. انت اسامه راسك كبير وديفورما الوجه؟ لا هذا الشيء ما كاينش. انا الضعف اللي كان عندي هو الدم. الدم وخرجت لي الكرش. خرجت لي الكرش تنفخات بزاف. يعني الطيحان تنفخ لي داك الدم اللي كنديرو داك الطيحان تيشربو يعني ما تيبقاش كل ما كنزيد انا الدم تيشربوا لي تيتنفخ الطيحان. كاين شنو كان تيخليك اسامه انك تعطل على المواعيد ديالك؟ شنو المشكل بالضبط؟ من ناحيه الماده كان المرض ماشي مشكل ديال الله سبحانه وتعالى. انت دابا المرض قبلتي به وما كاين حتى مشكل. دابا المرض هو واش قلت الشيء. المرض الحقيقي هو الامكانيات اللي ما كايناش والترونسبور اللي ما كاينش. ولكن في السبيطار عندكم المجاني العلاج واقيلا الدم فابور الدواء فابور. الدم فابور الدواء كل شيء كاين. خاص غير اللي يوصل. كنشكر الدكتور خطاب على الكينه اللي كنحتاجو لحنا اللي اول حاجه كنت ما كنشربهاش كيشتني كلاكاج بزاف هاد الماده اللي سميتها حديتش لحنا خصني نشرب هاد الكينه باش كتحطم كيشربوها الايطالاسيمي كاملين.
كنشكر الدكتور خطاب بزاف اللي يعني تيدير مجهود علينا باش تجيب لينا هاد الكينه هادي باش نشربوها حنا، حيت اصلا ما كانش هاد الكينه كتكيولي عندك جوج ما تبقاش مريض خصك دير الدم. تولي عندك خصك دير الدم وخصك تشرب داك الكينه، ما تشربش داك الكينه غتطلع لك شي حاجه اخرى من غير الدم. واخا اسامه مازال نكملوا معك هاد المعاناه الحقيقيه اللي كتعيشها، شكرا لك. سي سفيان، حتى انت عندك هاد المرض ديال الثلاسيميا، انت عندك 21 عام ولكن تيبان في البنيه ديالك انك زعما 14 16 يمكن. انا بغيت نسولك بدايه انا سفيان، زعما هاد المرض شنو الاعراض اللي بانت عليك؟ والديك كيفاش اكتشفوا؟ الطبيب كيفاش شخص هاد المرض عندك؟ اولا كانت اختي قبل مني مريضة بطلاسيم، هو اصلا في الاول ما كانوش عارفين، هي كبر مني بعام ما كانوش عارفين بان راه عندها طلاسيم. من بعد منين كيشوفها مريضه داك اللون تاعها ماشي اللون طبيعي تاع الدراري الصغار وداك الشيء كيقلبوا على شنو هو السبب، كيدوا للطبيب هنا حتى سمعنا بانه راه كاين سبيطار هنايا في الرباط. جابوها لي لقوا بان انت فين كتسكن سفيان؟ فين كتعيش؟ في الصويره. جابوها لي لقاو بانها عندها مرض طلاسيمي. اول خطره كتسمع العائله بمرض طلاسيمي، شنو هو مرض طلاسيمي؟ هو جاي من بعد. من بعد انا ديك الساعات حمله بيا الوالده، هي هذيك بقاو ملايين مع اختي، تزاديت انايا 40 يوم اكتشفوا بانني حتى انا راه حامل مرض طلاسيمي. بقيت متبعه انا حتى انت صفاريتي انت بقيت نتبع انا واختي. من بعد كان ديك الساعات في الايام الاولى تاع هذا المرض، هذا اول خطره كنسمعوا بمرض طلاسيمي كنقلبوا كيقول لك الا بغيتي تزيد الدم خصك تجيب لي تبرع بالدم. خصك تقلب لي علم. كتقول لي شحال هادي؟ شحال هادي؟ انت راه في عمرك 21 عام، يعني من الدقه الاولى خصك تجيب معاك اللي يعطيك الدم. خصك تجيب لي يعطي الدم والمصاريف تاع هذاك اللي فيه يعطي الدم. المهم كنا كنعيشوا في واحد. وكنتوا كتهبطوا للرباط ولا في الصويره؟ لا في الصويره ما عندناش كاين الرباط. من بعد سميتو هو تطورت القضيه بهذاك المشكل تاع جيب لي يعطي الدم وداك الشيء، الاهل تاعو عندنا حاولوا انهم يطولوا المده باش سميتو هو. حيت ما كاينش كل مره غتجيب واحد. ما يمكنش. وانت عاده سفيان شحال كان خاصك دير؟ واش مره في 20 يوم ولا شهر ولا شنو؟ ديك الساعات انا كنت باقي صغير ما عارفش بالضبط. المهم الاغلبيه كتكون مره في 20 يوم بحال هكاك صرفها. اذا عائلتك كانت تطول في المده. كتمشي شهر كتطول في المده، هذا اثر علينا حنايا حيت الا ما كانش عندك الدم راه كتاثر بدنيا وداك الشيء. ماتت خدي بهذا السبب هذا، منين ماتت منين كتلقى الدم ما وصلهاش في الوقت وداك الشيء ماتت. انا جوني داك النهار نيت جابوني للسبيطار، كاينه كنازه في الدار وداوني انا للسبيطار، كنت في حاله غيبوبه. وصلوني حاولوا انهم تبرعوا غير الوالديه بالدم، عطاو الدم باش يعتقوني. من بعد بقينا في هذه الحاله هذه، كان سميتو هو مره يتبرع الوالد مره الوالده باش يعطوني الدم وداك الشيء. امتى ولات المجانيه العلاج؟ امتى الحمد لله تفك هذا المشكل؟ تقريبا منين درت انايا ديك 7 سنين بحال هكاك. نعم شي 7 سنين بحال هكاك ولا بعدا واحد شويه مفر الدم. هي هذيك كيف ما قلت لك، قلنا الحمد لله مسيو خطاب في هذه الاواخر هذه ولا كيوفر لنا الدواء حتى هو. عشنا معاناه الصراحه، معاناه كثيره مع هذا المرض الطلاسيم. واخا سفيان مازال نذكروا على المصاريف ونذكروا حتى على مساركم وحياتكم الشخصيه والدراسه اشنو درتي فيها في الجزء الثاني. نمشي عند الدكتور محمد خطاب، مرحبا بك وشكرا على الحضور ديالك دكتور. بغيت نسولك والمشاهدين كلهم غيبغيو يعرفوا شنو هو هذا الطلاسيميا، مناش كيجي والاسباب ديالو، واش وراثي، واش ناخذوا واحد الصوره على هذا المرض؟ الله يخليك. الطلاسيميا هي واحد المرض اللي المصاب به في الاسابيع الاولى منذ الازدياد انه تيكون الجسم ديالو غير قادر لصنع كريات حمراء سليمه. السبب ديالو انه هو انتقال وراثي عن طريق الدم من عند ام صحيحه بدون اي مرض والاب كذلك. علاش؟ لانهم تيكونوا حاملين منذ اجيال واجيال، واحد الطفره جينيه اللي فيها ذاك المشكل ديال صناعه الكريات الحمراء السليمه. وبالضبط الا بغى نعطيو المشاهد، هي واحد السلاسل تتكون في قلب الكريات الحمراء. فاذا
ملي تطلق هذه الطريقه المتنحيه من عند الاب وعند من عند عند الام تنتقلوا اذا انتقلوا كما شفنا في الشهاده ديال المصابين انه يمكنوا ينتقلوا بجوج طفرات وكل مريض يعني تتصاب بالمرض ويمكن تنتقل غير وحده فيهم ولا تنتقل اي حاجه ويكون الابن صحيح. اذا في كل حمل تتكون نسبه 25% باش يكون يعني الانسان مصاب. نعم. و 75% ما يكون غير مصاب. اذا هذا المرض منذ الولاده ما يبان الا مثلا ولكن الاعراض تتبان حتى تقريبا في سته اشهر الثانيه يعني ما بين سته اشهر حتى بين سنه عاد باش يبانوا الاعراض فتبدا الطفل تبدا اللون ديالو شاحي تيبياض وتتكون عنده قله الشهيه ديال الاكل وما تيتحركش طبيعي كباقي الاطفال. والمناسبه باش نقولوا انه اي شحوب في اللون واي بيضات في اللون يعني خصو واحد التحليله اللي معروفه بجميع المختبرات هي ان اف اس تتبين انه الكريات الحمراء ناقصين وان الحجم ديالهم صغير جدا وهذا تؤدي الى واحد التحليله اضافيه تسمى تعرفوها جميع المختبرات في المغرب الكتروفوريز ايموغلوبين لتتبين بالضبط النوع ديال المرض ديال الطلاسيميا. علاش التشخيص مبكر يعني مهم جدا؟ قلت يا دكتور النوع واش كاينه هي انواع كثيره في هذا المرض؟ فيها نوع واحد هو الطلاسيميا كما شرحوا المصابين. وهذا يعني علاش ضروري التشخيص مبكر؟ باش ما يوقعوش دوك التشوهات في الوجه وفي الراس الى اخره، لان الجسم تيحاول يعوض ذاك النقص ديال الكريات الحمراء ولكن تعوضها بطريقه غير سليمه وتتبقى واحد الحلقه مفرغه فقر الدم. نعم. صنع كريات حمراء غير سليمه حتى تنتج عنه ذاك الانتفاخ، ولو وقع ذاك الانتفاخ ما يمكنش يرجع للاصل ديالو. نعم. اذا نعم. هنا ضروري التشخيص مبكر. نعم. شكرا بزاف دكتور محمد الخطاب، مازال نكملوا حديثنا. طيب مشاهدينا نتوقفوا لحظات مع فاصل اعلاني ونرجعوا نكملوا قصه الناس. فاطمه نكملوا معك هاد المسيره بحقيقه وهاد النضال ديال الام مع ثلاثه ديال الوليدات، الولد الاول البنيه وياك البنيه الاولى والبنيه الثانيه والولد كلهم كان عندك الامل في كل ولده انه يكون شي وليد سليم ولكن الغلب هادشي اللي جاب الله هادشي اللي بغى الله واخا عافاك عاودي على معاناه ديال وليداتك النفسيه كما قالوا الشباب اللي معانا كيتعصبوا ما تيكونوش اطفال عاديين ما كيلعبوش بحال الوليدات والمعاناه ديالك انت كام اللي كتكرفسي مع هاد الوليدات. البنت عندي الكبيره تتعاني بزاف، البنت عندي الكبيره عندها رجليها تضروها رجليها بحال عواج شويه، ما تقدرش تمشى بزاف في المدرسه، تتعاني الاساتذه ما رحموهاش، الاستاذ هي البنت 14 عام خاصها تقرا في الاعداديه في الثامنه، باقا في الرابع. الاساتذه ما رحموهاش، تيقولوا لها بالله حنا شنو هي الطلاسيميا؟ حنا ما عارفينش المشكل ديال الطلاسيميا. انت ما كنتيش كتمشي تشرحي وتفهمي وتعاودي للمدير ولا انا شرحت للمدير، المدير تقبلها ولكن الاستاذه استاذ تقبلها واستاذه ما تقبلاتهاش. دابا الوليد عنده 6 سنين باغي ندخلو العام الجاي تنخمم ليه. حيت هذا المشكل ديال الطلاسيميا اثرت لهم على القرايه، اثرت لهم على بزاف الحلول. واخا نهضروا على في العلاقات الاجتماعيه ديالنا وفي المجتمع ديالنا ديما تنحملوا المسؤوليه للمراه، الا خرج شي ولد معاق تيقولوا راه المراه كتولد غير معاق، الا خرج شي ولد ما تيشوفش يقولوا راه الام. انت واش عانيتي من هذا المجتمع؟ أنا عانيت منه وبقى تنعاني منه. كان الاب الراجل زعما ديما ما مسؤولش على انا المشكل ديالي انا دابا عندي ثلاثه انا اللي هز الهم ديالهم. انا حتى القرايه ديالهم تعطلات باباهم فايت دار عمليه جا التهاب في المصران. ما بديش ليهم هما اللي مرض ما بديش لباباهم. زعما عشت واحد الظروف ثقيله عليك واحد الظروف صعيبه. الوالدين ديالو والاخت ديالو والاخوت ديالو تيقول لك لا انت اللي مريضه انت اللي جايبه هذا المرض. لا انت جايبه ليه ثلاثه مرض كي غادي ديري لهاد الدراري؟ انت اللي جايبه هاد الدراري ثلاثه مرات، عيط ما نشرح لهم ما تيتفهموش. الاخت ديالو قالت هكا في وجهي قالت لي لما خونا حنا صافي مرض ما بقاش قد عليهم، سير ديهم حطيهم شي خيريه. راجلك تيقول لك علاش هما مرض؟ واخا ما تيقولش تيضربك بالبارد ما عنديش اي حاجه، تتشوفي انت تضري هكاك تتهزيهم تتجيبيهم لداركم تتبعديهم على الدراسه ديالهم. تتجلسي معاهم 10 ايام شحال تتجلسي في دارهم باش يمكن لك والديك يصرفوا لك عليهم، حيت ما عندكش كديري حتى ولا باغي تخدمي ما عندكش كديري انت مقابلاهم. ما عندكش كي غديري مقابلاهم من ناحيه خصك تحضيهم من الشمس، الا ضربتهم الشمس مشكله. تيعياو البنت الكبيره وصغار ماشي كبار وصغار ما عندكش كي غديري لهم والو. واخا عفاك فاطمه قبيله اسامه قال واحد الكلام زعما تيقصح في القلب لما هو تيقول اسامه تيقول انا اختي تمشي بعدا وانا نصبر.
بمعنى جوج الناس مرض في نفس الدار صعيبه. انت ثلاثه ديال الوليدات كيفاش كديري لهم باش تديهم للسبيطار كلهم؟ واش كديهم في خطره ولا كديري لهم في خطره؟ انا ما نقدرش لا ما نقدرش. واش كيطيحوا في خطره تيعيو في خطره؟ تيطيحوا لي تطيحوا لي في خطره تطيحوا لي في خطره. انا ما نقدرش نجيب واحد ونخلي واحد. ملي بابا تنقول لي راه باش نديهم تيعطيني 20 درهم. اشني غدير لي ما تجيش تسكني؟ انا تنسكن في الطريق ديال قنيطره. وخصكي تجيبيهم للرباط؟ تنجيبهم لهنا السويسي. تنجيبهم تنحاول اش ندير لهم. انتم اربعة الناس كتجيو ب 20 درهم؟ 20 درهم اللي تعطيهم. مشي ومشي. تقول لك ما عنديش انا مريض ما عنديش. تنجيبهم على عندنا الكارت ديال الطوبيس الحمد لله. كتجيو في الطوبيس؟ تجيو في الطوبيس. هذيك ولكن تجيو في الطوبيس وجايبه ثلاثة ديال الوليدات مسخسخين ومراض وحالتهم بحالة. ما هزاهم. الطوبيس حنا صحاح ولا طلعنا كنتكرفصوا فيه. الطوبيس. ما عمرهم مساكن ما جيتهم في الطاكسي ديما في الطوبيس مكرفصه معاهم. هزاد انا عسلية من هنا هادي نعس عليا من هنا. وليدات الصغار واحد البنيت عندها 8 سنين بوحدك؟ بوحدي. ما عمر باباهم ما جا معاهم. ديما انا اللي تنعاني معاهم في التحاليل في اللي تيبغي يزيدوا الدم. يا مريضه يا صحيحه خصني نوض نتقاتل خصني نجيبهم. ما عنديش اللي غيجيبهم ليا. ولي مريض راه مريض. ملي تنجيبهم تندخلهم تندلهي فيهم حتى تندوز حتى تنبيكيهم ونصيفطوا ذاك الضمون ديال الدم ديالهم وداك الشيء. تندي ديك 20 درهم تنشري لهم هما ما ياكلوا. تنبقى انا صابره راسي حتى لديك تم ديك 8 د الليل. المهم تتنسالي وعاد تمشي لدارنا عاد يمكن لي تنتهدى تلقى الوالده دايره داك الشيء اللي كتب عاد عاد تناكلوا معاها. مكرفصين زعما انا تنتوما معصبين لحقاش معصبين تيولوا معصبين نفسيا تيولوا ماشي هما هذوك. ملي تنقصهم الدم تيوليو اش نقول لك ما تقدريش تهضري معاهم عدوانيين. تيوليو معصبين وتيعياو ما تيقدروش. تخلي ثلاثه وملي تيعياو لك ولا طلعت غير واحد السخانه صافي انت تقولي صافي انت تتعاني معاهم تدلي لهم الدم في وقتهم تبع لهم الدواء في وقته ديري لهم اي حاجه. ولكن مساكن ديما مهددين خص السخانه ما تجيهمش خص الشمس ما يخرجوش ليها بزاف خص البرد ما يضربهمش ثاني بزاف خص بزاف خصك تحضيهم من اي هي حاجه حيت ما شنقول لك شنقول لك زعما هادشي مؤسف مع الاسف. زعما الوليد تيكون مريض هو اللي خصو واحد العنايه وخص عند الاسره وخص المفروض هادشي يكون مع الاسف. ملي تيحرشوا باباهم عليهم تيقول لهم بالله هذاك راه هذا صافي حنا ولدنا مريض لا حنا مرض بسبب هذا المشكل. واش غنقول لك الله يعاونك على وليداتك وهذا راه كفاح. انت راه ام تدري بحق الكبده هذا راه كفاح. حيت انا ما لقيتش لهم الجهد ما لقيتش لهم الجهد باش نوصل دوك الدراري نقريهم. ولكن انت ما عندكش الجهد وتتقاتلي وكتديهم بثلاثه بيوم وتنجيبهم بثلاثه في الطوبيس وتنزيدهم الدم بثلاثه وتردهم وباقي تتقاتلي عليهم. باقي تتقاتل معاهم. البنيت راه عندها 14 عام والبنيت الاخرى عندها 8 سنين والوليد الاخر عنده 6 سنين وباقي تتقاتل معاهم. نكون نصط نعيشوا مساكن من ناحيه الصحه ما عندهمش من ناحيه المدى على الاقل توفر شي حوايج تقريبا بعدا غير شي حاجه غير كريتهم نوفر لهم بعدا غير الساكن ديالهم نوفر لهم بعدا غير ياكلوا مزيان غير ياكلوا مزيان غير يعيشوا مزيان. ولكن الغرب الله ما كرهتش ليهم. ولكن الحمد لله ملي مسيو خطاب تقاتل علينا على هذا الدواء الحمد لله وصلوا لنا ولينا الحمد لله بعدا فوق الناس الدواء لنا الحمد لله. شكرا فاطمه على هادشي اللي عاودتي لنا وتنتمنى ان الرساله ديالك راه وصلت للناس اللي كيشوفونا. الا ما كانوش الوليدات عندهم اللي احبابهم وما عندهمش عائل تباهم اللي يهزوهم الحمد لله كاين ولاد الناس. كاين غير الوالد ديالي مسكين هو اللي كان تيتقاتل عليهم ضربوا طنسي وجا شعل النصفي صافي. الله سبحانه وتعالى كاين الله الحمد لله. شكرا لك فاطمه. نكمل معك اسامه ونبقاو دائما في المعاناه النفسيه والاجتماعيه ديالك. قريتي ولا ما قريتيش؟ شنو درتي دابا انت تبارك الله عندك 18 عام شنو درتي في الدراسه ديالك حياتك مع هذا المرض؟ قريت الابتدائي كامل. كل اعدادي السنه الاولى خرجت. ابتدائي كنتي كتمشي في الوقت وتجي في الوقت ولا بحال شكل بنت فاطمه اللي ما كانتش تحضر وما كانتش كنقول كون ما كانش يعرفني الاستاذ كون ما قريتش حتى الابتدائي. اذا الحمد لله لقيتي استاذ كيتفهم. استاذ واساتذه كاملين عرفوني بانني انا مريض تفهموا الوضع ديالي واخا مراد كنكون تما كنت كنكون في المدرسه وكان مرض وتعامل معي الاستاذ يجيب لي الماء هذه الله يجازيه بخير. يعني تا بقى معايا تا قريت الابتدائي كامل وبالفضل ديالو هو قريت الابتدائي كامل. يعني ما كنتش باغي نكمل قرايتي كنت كنشوف راسي كنطيح انا في المدرسه كتعيا ما كتجيش في هذاك كرهت المدرسه بقيت نقول بقى عندي زيد ناقص. شنو وقع باش ما بقيتيش في دراستك؟ واش ما كانوش الاساتذه كيتفهموا كما في الاول ولا شنو؟ لا حيت الابتدائي كان قريب للدار. كتك اعدادي الباديه راك عارفه 23 كيلومتر تمشي انا الاعدادي. خصني نفيق في الصباح فوق ثلث الشتا والبرد
خصني انا مثلا غنفيق قاري مع 8 غنفيق حتى ل 7 ونص عاد نمشي، خصني نفيق مع 6 مع 6 ونخرج ونسي ترونسبور وعاد تجي هذاك ولا لا. في ذاك الوقيته كيكون ترونسبور قليل. المهم قلت ماشي مشكل نكون بحالي بحال الناس اللي هما زعما ثاني نكون عادي. ولكن بالنسبه لي انا يا مريض غادي كنوض مع 6 الصباح وما خصنيش ما كنفطرش هذيك الساعه. ما عندكش كدير انت، خصك تمشي تقرا وتخرج عاد تفطر. صافي مشيت انا كملت دخلت تقيدت راسي في المدرسه في الاعدادي كما الدراري اللي كيقراو، وانا باغي نحسب راسي عادي، ولكن في نفس الوقت كنرجع المشكل ديالي انا مريض انك ماشي عادي. كيرجعوك هما تيرجعوك بلي انت راك ماشي عادي. حيت ولكن انت اسامه كاين الحل زعما تبارك الله، منين عندك 6 ديال الخوت ما عندهمش هذا المشكل كاين حل ديال العمليه الجراحيه اللي ولكن كتسوى. كاين الحل ولكن كترجع لواحد المشكل ما كيبقاش الحل. المشكل المادي ما كيبقاش الحل. انت قلتي قبيله ترونسبور ديال باش تجي من الغرب بزاف عليا من الغرب باش تجي للسبيطار كدير بناقص كتقول اللهم اختك تمشي ولا ما تمشيش. علاش ما سولتيش مثلا واش ما كاينش شي جمعيات المحسنين؟ شحال كتسوى العمليه؟ عمليه غاليه بزاف، مبلغ خير يعني زعما ما يقدرش تكون 20 مليون 30 مليون. هذه انا كنت نعرف راسي الحد ديالي موقف عند هذيك العمليه غندير خصني 30 مليون ولا 40 مليون. كنقول نتسالى انايا الرباط كامل. نجمعها. ونجمعها. ولكن هي فات هذا الشيء، تقول خيالي. على فيلات ونقول لهم عاونوني. ولكن مبلغ ما يعني ما يقدرش. شحال؟ فوق 200 مليون. غيجي واحد. 200 مليون لواحد ما عندوش 20 درهم باش يجي من هنا لهنايا. زعما هذاك الشيء باش كيعتبروا الخيال العلمي. هذا انا تنقول ما لقيت حتى باش نمشي ندير الدم عاد غندير عمليه وغن زعما وغادي نكون بخير. وكاينه هذه الامكانيه زعما كون كانوا الفلوس وكون يعني كان ما عرف شنو كاينه الامكانيه اللي عندك 6 ديال خوتك ممكن واحد يتبرع ويديروا لك العمليه. مقاديت خوتي حياتهم يعطيو عليا ولكن مقاديت ناحية الماده ما كاينش. دابا كيوليو الفلوس غلا من الحياه. غلا من الحياه. حياتي نعطي عليك ولكن ما عندناش فلوس، اذا ما كاين والو. عايش وصافي. عايش تديك سكرات الموت. ياك. الحمد لله. انا اول حاجه بعدا كنقول واخا المرض ديالي كنشوف شي حاجه في الوجه ديالي. يا عيني عاوتاني. تنقول واخا عطاني الله هذا المرض هذا اللي كنقول صعيب في الدواء ديالو في سميتو، ولكن العين اللي هي بسيطه ما قدرش نحيد لها جلاله. دابا جلاله عندك صعب من الثلاسيميا. حيت علاش هاد الطلاسيمي عطاه لي الله غادي نعيش وغادي نعيش معاه، ولكن عيني عند الحد ديالها كنشوف انا عندي عند الحل في ساعتها. في ساعتها كاين شي ناس مشى شفتو انا مشى للطبيب بعينه بحال عيني او كثر من عيني مده ما جا ما بقاش كنفرز فين العين اللي كانت مريضه. تيقول لي سير، تنقول لي انا دابا نمشي، ولكن باش باش غادي نمشي؟ شي بالوراق خاويين خصك. واخا اسامه تنشكرك بزاف في هادشي تتعاود زعما هما رسائل كتخرج من فمك وكيديروا الجناحين وكيمشيو. رسائل كيمشيو خص غير اللي تيقرا الرسائل. هما المشاهدين اكيد غيكون قراوا الرسائل ديالك والرسائل اللي صيفطتي انت وفاطمه واكيد اللي غيصيفط سفيان. شكرا بزاف على هاد المعاناه اللي تتقطع القلب في الحقيقه اللي عاودتي لنا، وما بغيناش تبقى فقط في البلاطو غير نجيو نعاودوا ونمشيو، ولكن ما بعد هاد المعاناه وما بعد هاد التعاود اللي عاودتي اكيد غادي يوصلك الاصداء ويكون يكون خير ان شاء الله، وربي سبحانه وتعالى ما كينسى حتى شي واحد. شكرا لك أسامة. سفيان انا بغيت نرجع معك للعائله. من شفنا فاطمه كتقول باللي المجتمع ممكن يقول باللي الام هي اللي كتصنع هذا المرض، وهي حتى انت كانوا عندك مشاكل اجتماعيه ما بين في داركم بسبب الوفاه ديال اختك وبسبب هذا. عاود لي شويه واخا بتحفظ ما بغيتيش تقول بزاف الحاجات، ولكن شويه المشاكل الاجتماعيه اللي هي تزيد تعصب وكتزيد ترهقك في حياتك. اولا انا في هاد المرض الطلاسيمي منين اول خطره بان عندنا في العائله كي جات شي حاجه غريبه، ما اصلا ما عمرهم ما سمعوا بهاد المرض الطلاسيمي وهادشي. كيقولوا يا كما مشكل من الام مشكل من الاب، داروا التحاليل
كيكتشفوا بان راه سميتو هو بجوجهم حاملين المرض الطلاسيمي، حاملينه يعني انه عنده ولكن ما ظاهرش، ما كيزيدش، ما عندوش الاعراض ديالو وهاد المسائل كلها، ما كيزيدش الدم بحالنا. هي هذيك حاولنا نتعايشوا مع المرض وسميتو هو، واخا كانت شويه الحاله الماديه صعيبه وداك الشيء المشاكل الاجتماعيه والعائليه تاعي. ولكن انت باك تفرق مع امك على ود هذا المرض؟ تفرق معها وبقيت انا عايش مع الوالده تاعي وداك الشيء، المصاريف الوالده ولات مكلفه بيا من كل شيء. الوالد تاعي الصراحه انا واخا كنبغي هو كيبغيني، ولكن وقعوا شي مشاكل اخرى خارج عن النطاق تاعي، خلاني عند الوالده كيف تخلى عليا. ما بغيتش نتخلى عليك. خلاك ولا تخلى عليك؟ ما بغيتش نتقاد الكلمه تاع تخلى عليا. انت قلتي كتبغي وكيبغيك، اذا التخلي ما كايناش، نحيدوها. بقيت عند الوالده عايش، الوالده تكلفت ليا بكل شيء، مصاريف قليله. كانت في الاول خدامه هي في منظفه تاع الجامع بمساعده تاع خالي. بدات هي كتكلف 12000 هي كتشد في الشهر، خصها توكلني بيها، ندخل بها المدرسه، نتكسى بيها، نمشي بها الرباط. ما تعرفيش كديري ليها 12000 راه تكوني عند شي واحد صحيح ما يعرفش كيفاش يدير ليها. هي هذيك الوالده دارت الجهود ديالها، ولات كتكرفص تقطع من لحمها باش تعطيني انا، تقول لي هاك ولدي سير الرباط، انت بعدا انت مريض ما تقدرش تصبر، ولكن انا راه نقدر نصبر. هي هذيك ولات كتقلب، مشات سيدي ربي سهل لها في واحد الخدمه واحده اخرى، ولات خدامه حتى هي المنظفه في جميع الاحوال، هي المنظفه. هي هذيك ولات كتكرفص معايا بزاف، وسميتو زعما كون ما كانش مسيو الخطاب كنا فينا نكونوا في واحد الحاله واحده اخرى، من ناحيه الحديد انه كيطلع لينا فاتو اللي كتقلب ليا على الدواء منين تجيبو ليا، عرفتي فاتو يا ربي تسمح لينا من الوالدين وصافي. هادشي اللي بغيت نقول. شكرا لك سفيان على هادشي اللي عاودتينا. انا في الحقيقه ما قدرتش نقاوم هاد الكلام اللي قلتي كله. واكيد انتم مشاهدينا راكم سمعتوا هذه معاناه حقيقيه في الحقيقه، وقصص تعود من القلب وكتعود من الوجدان. اكيد الرسائل وصلت، والرسائل وصلت، ولكن خاص ايضا اللي يجاوب على هذه الرسائل ديال سفيان، ديال اسامه، ديال فاطمه. انا بغيت نمشي معك دكتور، زعما شي كيقطع في القلب، المرض مزيان اعطانا الله سبحانه وتعالى، ولكن كاين معاناه، كاين تخلي، كاين والدين اللي كيتخلاو، العقليه ايضا ديال الناس اللي كيعيشوا مع فاطمه ولا مع سفيان ولا مع اسامه. نهضروا على المضاعفات الاجتماعيه النفسيه اللي عند المرضى وعند الناس اللي كيدوروا بالمرضى، وانت اللي كتعيش معاهم وكتعيشهم وكتعاشرهم زعما كل نهار في الرحلة العلاج ديالهم اللي ماشي شهر ولا شهرين، ولكن الحياة كلها غتستمر بهذه الطريقة. إذا النقطة الأولى اللي تتوصلوا لها الآباء والأمهات والمصابين أنه مرض مزمن اللي تيطلب واحد العلاج طول الحياة، غير الفكرة بأنه طول الحياة هي في مشكل في حد ذاتها. في واحد البلد اللي حتى تقريبا هذه سنتين ولا ثلاث سنوات كانوا 80% اللي ما عندهمش اي كيفاش يقولوا لاسيورونس، دونك التامين الصحي ما كانش عندهم، اذا كانوا مساكن تيعانيوا بهالتنقلات وتيعانيوا من هذه الادويه. فنعرفوا بانه اي مصاب بالتلاسيميا الا ما تشخص في الوقت المناسب في اقرب وقت وما خداش الدم فتيتوفى قبل السنه الخامسه او الثامنه، يعني على اكثر تحديد. سمعنا دكتور بلي كلهم كيجيو للرباط، علاش واش ما كاينش مثلا هذا المجاني للعلاج وهاد الناس التبرع بالدم وهاد المسائل في الصويره مثلا يمشيو لمراكش ولا زعما كاين مستشفيات تبارك الله في المغرب كله، ولكن كلشي كيجي تكب في السويسي في الرباط، علاش؟ هادو يعني من تيسموهم القدماء المحاربين، يعني هادو من الوالى في هادو من الوالى. نعم. ديك الساعه كان غير مركز ديال الرباط هو اللي كان هو اللي كان موجود، الان الحمد لله كاين مراكز موجوده في الدار البيضاء، في مراكش، فاس، في وجده، موجوده يعني موجوده يعني ماشي بالكم الكافي، ولكن يعني تقريبا موجوده. وخصنا نشيروا بانه حتى 2011 عاد باش وزاره الصحه في المغرب عطات مجانيه تحقن الدم ومجانيه الدواء المشطب للحديد،
وقبل 2011 كانوا كلهم ساكن تيعانيو، فاذا كانوا تياخذوه مثلا دم يعني مجانا في الرباط فكل المراكز كلها كانوا تيخصموا يؤديوا الثمن ولا يشوفوا المتبرعين الى اخره. الحمد لله انه في يعني دابا كاين البرنامج ديال العلاج المجاني لكل المصابين بالثلاسيميا، ولكن تبقى التنقلات، لان هاد المرضى هاد القدام هادو اللي مثلا تيجيو من بعيد ما يمكنش ياخذوهم مركز قريب، لانه تيقول لك ما عنده ملف طويل يعني ما يمكنش ناخذوه باش منين غنبدا الى اخره. وثانيا كاين واحد النوع ديال الدم كاين تقريبا نقول غير في الرباط والدار البيضاء وش تقريبا شي ثلاثة او اربعة مراكز اخرى اللي في المواصفات اللي ياخذ اللي خص ياخذها المصاب بالثلاسيميا، لان ما تياخذوش هو كاي دم كاي دم، خص الدم ديالو يكون في جميع المواصفات يعني ماشي غير من نوع ا بي ولا او، خص يكون انواع اخرى يعني اخرى اللي خصها تعرف. والمختبر ما كاينش المختبر موجود في كل باقي المغرب. والمشكل اللي تعانيوا منه انه قالوا بانه ما كاينش الناس كبار مصابين، علاش؟ لانك ذاك الدم اللي في حد ذاته علاج في حد ذاته تيجيب الحديد بكثره، وذاك الحديد الجسم ديالنا ما تيمكنش يعني يتخلص منه، فتبقى ذاك الحديد يتراكم في الكبد في القلب الى اخره، حتى تقريبا الى ما كانش ياخذ واحد الدواء اللي تيشطب له ذاك الحديد فتيتوفى قبل السنه العشرين. شار سفياء اسامه المشكل ذاك ديال العمليه اللي تتكلف مع الاسف ألف يعني جوج حتى ثلاثة ملايين ديال الدراهم. الأطفال اللي عندهم يعني الحظ وعملوها في الخارج يعني الآن يعني عولجوا بصفة نهائية، بقوا تحتاجوا أي شيء، لأن ديك الطفرة اللي كانت عندهم تعوضات. ولكن الآن بداوا المراكز في المغرب بداوا تعملوا هذه العملية، ولكن هذه العملية ما تتكون ناجحة إلا اللي عنده أقل من 8 سنوات. إذا اللي فات 8 سنوات الآن فالحدود تكون ضعيفة جدا، هذا هو الإشكالية. شكرا بزاف أستاذ دكتور محمد الخطاب. طيب مشاهدينا غندوزو نستقبلوا الحالة الرابعة في قصة الناس اليوم، القصة ديال سناء الفاعلة الجمعوية واللي حتى هي مريضة بمرض الثلاسيميا. بعد الفاصل. سناء مرحبا بك. انت ناشطه وعضوه في الجمعيه المغربيه للثلاسيميا، عاودي لي انت وايضا مصابه بهذا المرض، نهضروا على كيفاش الاصابه، كيفاش تعرفتي بلي عندك هذا المرض، وكيفاش رحله الحياه والكفاح مع هذا تتعايشي مع هذا المرض، عاودي لي. في البدايه ما كانش عندي تشخيص صحيح لهذا المرض، حيث ما كانش معروف شنو هي هذا المرض، كان عندي تشخيص ديال انني كنعاني من فقر الدم. ما اكتشفت الاسم ديال الصحيح هذا في واحد السن اللي هو متاخر. من بعد ملي عرفت المرض ديالي انني راه ما عنديش فقر الدم، عندي واحد النوع من فقر الدم اسمه الثلاسيميا. فاش عرفت انني عندي الثلاسيميا كان هذا هو الدافع اللي خلاني انني نلتجئ للميدان ديال التمريض باش نعرف المرض اكثر ونعرف العلاج ديالو، لان ملي كان عندي الاسم ديال فقر الدم فقط ما كانش عندي العلاج الصحيح بطريقه صحيحه، كان خاصني نقلب كيفاش كيتعالج هذا المرض، واش عنده علاج، الاسباب ديالو. العلاج الاخوان كلهم عاودوا على معاناه، على انسان معصب نفسيته ماشي هي هذيك، خصو يمشي يعاود الدم كل مره في 20 يوم. عاودي لي على هاد المعاناه. بالفعل كانت عندي معاناه ومشاكل كيعرفوها غير المرضى ديال الثلاسيميا اللي متعايش مع هذا المرض. اكيد ما كيكون مشاكل في المدرسه، في الشارع، مع الناس، حتى في العائله. انت عائلتك الوالد والوالده من نفس العائله ولا كيفاش؟ تقريبا هما من نفس العائله قرابين، وهذا يعني هو مرض الاغلبيه كينتج على زوج الاقارب. عاودي لي على الجمعيه ديال الجمعيه المغربيه لهذا، شنو كديروا فيها مثلا؟ واش حملات تحسيسيه كتوعيوا الناس مثلا بهذا المشكل ديال زواج الاقارب؟ شنو كديروا في الاشتغال ديالكم؟ الجمعيه عندنا حنا باش يعرفوا ان المرض الثلاسيميا عنده جمعيه مغربيه للثلاسيميا بوحده في المغرب اللي كاينه؟ ما نقدرش انا لانها كاين هذه الجمعيه حاليا لحد المعرفه ديالي انها هي الام، هي اللي يعني اللي عندها الاقدميه، وهي ان المقر ديالها بطبيعه الحال كيتواجد بمستشفى الاطفال بالرباط، وهذه الجمعيه هي كتقدم على قد المستطاع داكشي اللي قدات عليه، ولكن كيبقى ان ماشي الدور ديال الجمعيه غير كافي.
يعني لابد ان هذا المرض يتاخذ بعين الاعتبار عند الناس اللي مسؤولين. بحال اش يتخذ بعين الاعتبار مثلا؟ شنو الاحتياجات ديال هاد المرضى؟ شنو المشاكل والاكراهات اللي عند هاد المرضى اللي خص فعلا وزاره الصحه ولا المجتمع المدني ولا المحسنين ياخذوا بعين الاعتبار مثلا؟ مادام كتقولوا مثلا الدم كيتعطى فابور، الدواء فابور، شنو الاحتياجات الاخرى اللي خاصهم؟ من بين الاكراهات ديال التنقل. التنقل اللي قالوه كلها الاخوان. ديال التنقل، لان بالنسبه غير للمركز اللي كيتواجد بالرباط راه كيستقطب يعني مرضى من جميع انحاء المغرب. وهذا مشكل، ما كاينش وحدات متعدده مختصه بهذا المرض بالنسبه للجوده ديال اللي كيقدمها مستشفى الاطفال بالرباط. نعم يعني عندنا مشكل ديال قله المراكز، وما عندناش يعني حتى الاطر اللي متخصصه في هاد يعني خصهم يعطيهم واحد التكوين باش يقدموا واحد الرعايه صحيه وتكون جوده في العلاج. والعدد ديال الحالات والاصابات في المغرب شحال؟ كاين شي رقم مثلا ولا ما كاينش؟ الاعداد كاين كثيره، يمتزايده في التطور، يعني غادي كيتزاد العدد. وهذا الشيء راجع لان الناس عدم معرفتهم بمرض الثلاسيميا. احنا تنحاولوا كجمعيه نوصلوا الميساج عن طريق الحملات التحسيسيه التوعيه عند بمناسبه ديال الاحتفال باليوم العالمي باش يعرفوا الناس المرض، ولكن مازال هذا الشيء قليل، مازال قليل ان الناس قلال باش كيعرفوا على. كنشكرك بزاف سناء على الحضور ديالك وعلى هذه الشهاده اللي عاودتي لنا. نرجع عند الدكتور محمد الخطاب. سناء عندها 30 عام، يعني كاين فرص ديال الحياه اطول لما الانسان قبل قلتي يمكن 20 عام تخلعنا، ولكن الحمد لله الانسان ممكن يتعايش الى توفر هاد الدواء. انا بغيت في نهايه الحلقه دكتور محمد الخطاب عافاك، شنو هي الرسائل الميساجات اللي نصيفطوا للمشاهدين الكرام خصوصا في هذه النقطه ديال الزواج ديال العائله؟ شنو خصهم يديروا واش يتفاداوا نهائيا، ولا شنو كاجراء شنو خصو يدار؟ يعني خصنا نخرجوا بهذا البرنامج بثلاثه الرسائل. الاولى تكلمنا عليها هو التشخيص المبكر باش يمكن يتعالج بطريقه احسن وما يكونش عنده مضاعفات. والان اللي يستافدوا من هذا التشخيص المبكر والعلاج المبكر بجوده عاليه، فتتشوفهم في الشارع ما تشعرش بانهم يعني مصابين بالثلاسيميا. ما كاينش الحمد لله. اما الاخرين تيولوا سيماتهم على وجوههم، غير تشوفوا تعرفوا مصاب بالثلاسيميا. الرساله الثانيه هو انه هاد المصابين بالثلاسيميا وعددهم 3000 في المغرب الان اللي موجوده. 3000. المشكل ديالهم انهم خصهم الدم كل 20 يوم. هاد الدم منين تيجي؟ لحد الان العلم باقي ما استطاعش باش يصنع الدم، اذا تيجي من التبرع ديال الانسان. اذا الرساله الثانيه انه بدون تبرع ديال الدم فهادو مساكن يمكن ما يعيشوش هاد المده اللي عاشوها حتى الان. شويه الانسانيه خصها تحرك فينا. يعني ضروري، ما يمكنش هادو يعيشوا بدون التبرع. والرساله الثالثه كما قلتي هو الزواج بين الاقارب. الزواج بين الاقارب يعني خصنا نتفاداه، لانه كل الامراض المتنحيه ماشي غير الثلاسيميا، كل الامراض المتنحيه تظهر في الزواج ديال الاقارب، ولو انه ما تيكونوش في بعض الحالات، راه الاغلبيه ديال الحالات يظهروا فيها امراض يعني متنحيه من ناحيه الوراثه. ف مثلا اللي إذا كان ضروري باش يكون زواج بين الأقارب وغالب الله، فعلى الأقل يكونوا تحاليل قبل هذا الزواج. والثلاسيميا هو مرض ديال فقر الدم البحري، لأنه تكتشف في بحر دول بحر الأرض المتوسط، هذا هو علاش سماه ثلاسيميا. الدول فهاد ديال هذا البحر المتوسط اللي عملت تحاليل قبل الزواج أو قبل الحمل انقرض هذا المرض بصفة نهائية. هذا المرض اللي تيكلف من غير المعاناة اللي سمعنا تكلف ما بين 5 حتى 20 مليون ديال الدرهم. نعم. سنويا. تكلفة غالية. 20 مليون سنتيم سنويا. فإلى عملنا واحد التحليله اللي ما تتعداش الثمن ديالها 200 او 300 درهم، فيها الانفاس والالكتروفوريز والهيموغلوبين، يمكن نتفاداو كل شيء هذا الشيء. اذا انا الرساله اللي تنبغي نوجهها انه قبل الزواج وقبل الحمل لابد من هذه التحليله. واش في كاع العلاقات الزوجيه والاقارب، ولا في كلها الزواج خص تكون تحليله قبل ديال الدم؟ في كل، بما انه هذا المرض منتشر في دول البحر المتوسط. يعني راه يمكن اي انسان في هاد الدول يمكن يتلاقى مع انسان ويتصاب به. حيت فاطمه وراجلها ماشي من نفس العائله. يعني اذا هذا المرض تنتقل عن طريق الابوين اللي حاملين ديك الصفه المتنحيه. هاد ما تظهر غير في التحاليل، تحليله بسيطه ما تتعداش الثمن ديالها. الى الان حد الان الدوله عاجزه باش ديرها التحليله مجانيه في جميع الافراد، فيمكن كل واحد يلتجئ للمختبر سهله وموجوده ويعملها، كيف يكون اقارب او عدم اقارب. حسب الاحصائيات ديالنا الان عندنا 130 حاله اللي تنتبعوها في مستشفى الاطفال، ف 50%
ناتجين على زواج الاقارب و 50% على زواج من غير الاقارب. ولكن واخا ما تكونش غير الاقارب ولي سامبل دابا واش ندم نفس الدوار لان يقدروا يكون عندهم تيتلاقاو في الجد الخامس او السادس او السابع يعني يبعد على الاقارب ويبعد على الدوار وقد ما بعد قد ما احسن. شكرا بزاف دكتور محمد الخطاب استاذ طب الاطفال ومختص في امراض الدم والاورام، شكرا لكم الحضور الكريم. سناء كنشكرك بزاف. صوفيا شكرا على هادشي اللي عاودتي لنا والحضور ديالك في البلاطو. اسامه تنشكرك بزاف. فاطمه شكرا اللي تستو الفضاء ديال قصه الناس اليوم. شكرا لكم مشاهدينا كلكم اللي تابعتونا في هذه الحلقه قصتي مع مرض الثلاسيميا. كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصه الناس، باقي في الناس بزاف ما يتعاود. قصه الناس من اليوم انت واحد اخر. السلام عليكم.